اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسم شعر الرجل مع اللحيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. مش هنتطرق لاي ملامح ولا عينين ولا اذن ولا حاجه، بس هو الشعر. في البدايه ريت لايك للفيديو ويلا نبدا. في البدايه ببتدي احدد الخطوط الخارجيه او النسب من خلال تحديدها على القلم الرصاص، وبنقلها للورقه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ببتدي بقلم خفيف قوي، ممكن مثلا قلم 2H او قلم H، بحدد بيه بس السلويت او الدوران الخارجي للدقن من تحت وللشنب او للشارب برضو. في البداية بس بستعمل قلم خفيف زي ما انا قلت، بعد كده ممكن نتقل او نستعمل القلم اللي هو 5B او 6B عشان نوضح بيه الشعر. ببتدي اعمل الشعر الجزء من فوق، وببتدي احدد الفرق اللي في الشعر اللي بيفرق الجزء الخفيف اللي في الجنب عن الجزء الكثيف اللي ورا، وبعمل بعض الخطوط كده اللي بتوضح لي اتجاه بتاع الشعر. و يلا نرجع بس للرسمة في الأول نشرح عليها شوية حاجات. الشعر متقسم 3 مناطق، منطقة تقيلة جدا اسمها الشادو أو غامقة قوي، ومنطقة فاتحة اسمها الهايلايت اللي فيها اللمعان أو بتبقى قريبة جدا لأنها تكون بيضة، ومنطقة اسمها الهاف تون اللي هي بتبقى نقلة بين الأسود والأبيض. يلا نرجع للرسمة بتاعتنا. ببتدي بقلم مش تقيل قوي برضو، مثلا اتش او بي مثلا، وببتدي ارسم بعض الشعيرات كده. خلي بالنا من الاتجاه، ان الشعر مايل شوية برسمه ازاي بالشكل ده، ان انا بمسك القلم وبسحب على ما فيش خالص، يعني بدوس بالقلم بعد كده برفع ايدي سنة سنة بحيث ان الشعراية تبقى تقيلة من حتة وخفيفة من الناحية التانية عشان تتسحب من الغامق للفاتح بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بنكمل برضو بنفس السيكونس. لكن مش بنملى الشعر كله بان هو يبقى مسحوب من التقيل للخفيف، او لا، بنسيب بعض الفراغات كده، الحتت اللي هي البيضة كأنها لمعان للشعر او كأنها اماكن ما فيهاش شعر، بس عشان نوضح التكتشر او الملمس بتاع الشعر، نوضح ان دي شعيرات مسحوبة. لان لو عملناها كلها فعلا سودة او كلها هاف تون مش هتوضح الملمس او الشكل الخارجي بتاع الشعر. بكمل برضو بنفس السيكونس. خلي بالنا ان الجزء اللي في النص بيبقى غامق قوي، اسود قوي، بعد كده بسحبه برضو ايه على مفيش، على لون خفيف جدا. وبنكمل بنفس السيكونس. ممكن نستعمل قلم سنون او قلم ميكانيكي، هيحدد معانا الشعر بطريقة احسن، بس لو كان السن بتاعه رفيع، يعني مثلا 0.5 مثلا، نص ملي او حاجة زي كده، هيبقى مناسب جدا. بعد كده الدقن اللي من تحت هنجيب بقى قلم تقيل، يعني اتقل قلم عندنا مثلا 8B او 6B كمان، ونبتدي ندوس ونملى الدقن، لان الدقن هيبقى فيها منطقة شادو كتير جدا، يعني هتبقى غالبا معظمها غامق قوي تقيلة جدا، اللي هي زي ما قلنا في الاول الشادو. وهبتدي برضو اسحبها من الغامق للفاتح ناحية الحتة اللي عند الدقن من فوق. هنفضل برضو نعيد على الطبقات بتاعت الشعر دي، ممكن نعمل طبقة واتنين وتلاتة لحد ما نوصل للملمس او للاحساس اللي احنا عايزينه او الدرجة اللي احنا محتاجينها. نكمل بنفس السيكونس. خلي بالنا الجزء اللي هو تحت الشارب، تحت الشنب من فوق، هيبقى غامق جدا وهيبقى تقيل، لان هيبقى عليه الظل بتاع الشنب او الفم
من فوق فهيبقى غامق قوي. الجزء اللي تحت بقى برضو هنسحبه من الغامق للفاتح، هيبقى فيه سنة هاف تون او الحتة اللي هي قلنا عليها البرق بين الاسود والابيض او الغامق والفاتح. مفيش مانع ان احنا نطير بعض الشعيرات كده، مفيش مانع ان احنا نطير بعض الشعيرات كده يعني ما تبقاش مستوية وهي نازلة. بنرجع تاني للجنب وبنكمل جزء الشعر اللي ورا. خلي بالنا هنا الفرق بين كل شعراية والاتجاه بتاعها والاتجاه بين الشعر اللي جنبها، شايفين عامل ازاي؟ دوران الشعر طبعا بيختلف. ببتدي ارسم بعض الشعيرات بالقلم الميكانيكي او بالقلم السنون بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. خدتوا بالكم من المنبت بتاع الشعراية كان بيلف مع الاتجاه بتاع خصلات الشعر في اليمين الاول الناحية دي، بعد كده ابتدى يلف الناحية التانية، لانه لما بنيجي عند مؤخرة الراس من ورا بنلاقي الشعر بيلف ويتسرح بحيث ان هو بينزل لتحت مش زي ما كان. الحتة دي بتبقى هاف تون غامقة شوية لكن ما بتبقاش سودة قوي. بعد كده بنبتدي نرسم خصلات الشعر. الحتة اللي من قدام دي هتبقى كلها سودة، يعني هنتقلها قوي بحيث ان هي حتى خصلات الشعر مش هتبان فيها، لانه الحتة دي مكنية لجوه وبالتالي من جوه هيبقى فيه ظل كتير عليها فمش هيبان فيها اي حاجة بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. بعد كده هنبتدي نحدد بقى الشكل الخارجي بدقة شوية، ممكن نقسمه بعض الأقواس كده بيبين الخصلات، ونبتدي برضو نسحبه من الغامق للفاتح على ما فيش بنفس الشكل كده. ما فيش مانع ان احنا نعمل جزء كده بحيث ان هو يبقى اسود كامل من الاول الخصلة لاخر الخصلة. عشان يبين كل خصلة عن التانية ويفرق كل خصلة عن التانية بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. برسم الحتت الغامقة اللي هي الجزء اللي تحت اللي بعد فرق الشعر على طول، والحتت الغامقة اللي هي بتبقى فوق برضو، والاتنين بيتقابلوا مع بعض لما تتسحب من الغامق للفاتح للحتة اللي في النص اللي هي بيبقى فيها بعض الهايلايتس او الحتت الفاتحة اللي اتكلمنا عليها في الاول. ولو لقينا اللون محتاج ان هو يتقل شوية مفيش مانع ان انا احط عليه طبقة تانية وطبقة تالتة، مش مشكلة لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عايزها. اهم حاجة ما نستعجلش واحنا بنرسم، ما نبقاش عايزين نخلص الرسمة ونطلعها رسمة جميلة جدا وحلوة مثلا في 5 دقايق او في 10 دقايق، لا ممكن تاخد مننا وقت، لان الرسمة دي زي ما بقول لكم خدت مني وقت وخدت مجهود حوالي ساعة زمن كاملة، فما تستعجلوش النتيجة، هي هتطلع معاكم كويسة بس لو اديتوها وقت وقعدتوا تعملوا طبقات وشعيرات واحدة ورا واحدة ورا واحدة لحد ما توصلوا للي انتوا عايزينه. بنبتدي نمسح بقى الخطوط الخارجية اللي كنا عايزينها وننظف الرسمة بتاعتنا. ونحط شوية ديتيلز كده
بشوية تاتشات أخيرة عشان الرسمة تبقى كويسة وجميلة. وبس كده خلاص خلصنا. ايه رأيكم في الرسمة دي؟ لو عجبتكم، لو عايزين رسومات معينة، لو عجبكم النوعية دي من الرسومات اكتبولي تحت في الكومنتات. ياريت بقى لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشغلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة اول باول، واشوفكم فيديو جديد المرة الجاية. سلام.